ثلاث أيام في الساحل هو عنوان العمل المسرحي الجديد اللي أطلقه الممثل المصري محمد هنيدي على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر بحضور أصدقائه الفنانين اللي حرصوا على تهنئته. إلى جانب هنيدي هالعمل بيضم كل من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف وغيرهم. أما الإخراج فلا مجدي الهواري اللي قدم رؤية إخراجية مختلفة بالمسرحية. نجوم كثر لبوا دعوة هنيدي وحضروا ليبركولو على هالخطوة الجديدة وعلى رأسهم النجمة يسرى. سعيدة جدا أنك أنت عامل حالة جميلة جدا عشان المسرح يرجع تاني. ألف مليون مبروك، توفيق والنجاح، وعايزة أموت من الضحك النهاردة. الممثلة والرئيسة دينا أيضا حبت تهني هنيدي على مسرحيته. مبروك يا هنيدي، وإن شاء الله المسرح يكسر الدنيا وتاخد كل اللي أنت عايزه. خلال اللقاء سألنا دينا إذا ممكن ترجع تعيد التجربة قريبا مع صديق محمد هنيدي بعمل مسرح جديد. دلوقتي لو قلنا مثلا هنيدي رجع وعرض عليك عمل، ممكن توافق عليه؟ يمكن الكايرو شو بيقدم 5 عروض الفترة الجاية، هل ممكن تشارك في واحد منهم ولا أنت التزاماتك في العملية برا بتبقى مرتبطة؟ لا، ما أنا كنت بعمل على باندا مع هنيدي زمان، وكان عندي التزامات برا كنت بعملها وبرجع المسرح يعني. لا، ربنا كريم، مش عارفة. الممثل المصري محمد أبو داود وجه كلمة خاصة لأصدقائه وصناع العمل محمد هنيدي ومجدي الهواري. بحب أقول لمحمد مبروك، وبقول لمجدي الهواري مبروك، ولكل المشاركين في العرض، وشيء جميل. وكمسرحي سعداء بمسرح جميل زي ده وعرض جميل، ودايما بالتوفيق. هل الأعمال دي بتساهم في عودة الرياضة للمسرح الفترة الجاية؟ طبعا في نهضة بدأة، ونتمنى أنها تستمر، لأن ده هيبقى مؤشر جيد لرجوع المسرح تاني بشكل جيد. الفنان أحمد فهمي أبدى تفاؤله بالحركة المسرحية اللي خلقها هنيدي عبر هالعمل. عايز أقول لهنيدي ألف مبروك على المسرحية وعلى رجوعك للمسرح تاني. والمسرحية قوية جدا، يعني أنا شفت حاجات من البروفات بس مشوفش المسرحية لسه، فإن شاء الله تطلع مسرحية قوية. وعايز أقول مبروك لمجدي الهواري، وإن شاء الله المسرحية تكسر الدنيا. المخرج مجدي الهواري قرر يرجع بكيان لصناعة المسرح من جديد، شايف كايرو شو هيقدر يرجع المسرح لرياضته الفترة الجاية؟ طبعا شايف ان اوريدي زي ما احنا شفنا كده الريد كاربت والمكان نفسه اللي موجود بالديكور بنوعية الدعاية اللي بيعملوها بكل التفاصيل، انا شايف ان الموضوع المسرح راجع بشكل مختلف. الممثلتين دينا فؤاد وهند عبد الحليم رحبوا بعودة محمد هنيدي للمسرح وطلبوا بعدم الانقطاع عنه. حابة اقول له مبروك يا هنيدي، انت نجم كبير في الكوميديا، بجد فرحنا جدا ان انت رجعت تاني للمسرح وهترجع المسرح تاني في مصر، لان مسرح كان يعني ما ينفعش احنا كمصريين اللي هو احنا رواد المسرح في الوطن العربي ما يبقاش عندنا مسرح، ومسرح قوي كمان. اتمنى لك ان المسرحية تكسر الدنيا، النجاح والصدى اللي سمعته عن المسرحية الحمد لله كويس قوي، ويا رب تكمل والمسرحية تخلص ويبدأ غيرها وغيرها وغيرها. بجد متحمسة جدا ان انا اشوف هنيدي النهاردة في المسرح، لان هو أيقونة كوميديا رهيبة، انا بحبه جدا جدا جدا، ومتحمسة ان انا اشوف العرض النهاردة، ومتحمسة ان هو رجع تاني للمسرح، دي حاجة مهمة جدا. الفنان المصري أدوارد كان محمس جدا لمشاهدة هنيدي على المسرح بعد انقطاع طويل. بقول له ألف مبروك، وإن شاء الله المسرحات كسر الدنيا، ورجوع هنيدي المسرح دي حاجة يعني المسرح بيكسبها، وأنا متحمس جدا أخش أتفرج على العرض. أدوارد تتحدث عن الفرق بين مسرح كل من هنيدي، أشرف عبد الباقي ومحمد صبحي. محمد صبحي بيقدم رسالة وفن، هنيدي أكيد خالط ما بين الدراما والفن والاستعراض، و يعني عامل تركيبة كاملة، إن عشان تقدر تدفع تذكرة إن أنا أخش لمحمد هنيدي أكيد التذكرة مش رخيصة، فأكيد عاملة شغل. بالنسبة لأشرف عبد الباقي ليه السن بتاعه، التين ايجرز كلهم بيحبوا العروض بتاعته لأنها بشكل مختلف خالص تماما عن المسرح. الفنان الشاب أحمد الشامي أحد أعضاء فرقة واما كان من بين الحاضرين وبارك لكل طائم العمل. بقول له طبعا ألف ألف مبروك، وقول الأستاذ مجد الهواري ألف ألف مبروك، حاجة عظيمة لسه ما شفتش، بس من بره كده الشكل حاجة حلوة قوي،
ويعني يا رب تكمل على كده، يعني ده يبقى أول مسرح بالنسبة لكايرو شو، وواحدة واحدة بقى المسرح. أصداء رائعة جدا عم بيحققها محمد هنيدي بمسرحيته الجديدة ثلاث أيام في الساحل، واللافت إنه هالعمل عم بينال إعجاب النقاد أهل الفن والجمهور، على أمل يكون له زيارة قريبة لبيروت يرجع عبر حركة المسرحيات المصرية اللي صار لها سنوات غايبة عنا.